اوكي مرحبا انا محمود جلاجل نعمل شوية داتا ساينس ببلو كانجرو بدنا نحكي اليوم عن الريل تايم مشكلة الريل تايم في سببين بدي احكي عنها لانه مشكلة الريل تايم راح تيجي شئنا ام ابينا فالتوك مقسم في ان النص الاول بنحكي مبني على حكي دينا بس تخلص بس نزل هدوب هدوب كثير باتش مود كثير بطيء فبتجيك مشكله بعديها انه طب الاشياء الجديده اللي هلا عم بتصير ان ريل تايم شو بدي اعمل فيها فهذا المود الاول اللي عم نحكي عنه المود الثاني اللي عم نحكي عنه يوزنج ريل تايم از ان الترناتيف لهدوب قبل ما تنزل هدوب قبل ما تبدا تفكر بهدوب خلينا نفكر كيف نحل مشكله الريل تايم قبل هلا رح نحكي ليش اول شيء يعني احلى شيء انه فكره انه this is a hadoop architecture انها اركيتكتشر واحلى شيء بكلمه اركيتكتشر انه في غيرها وفي غيرها كثير فبنقدر فكثير ناس بشوفهم انه بس let's jump into hadoop let's use hadoop بينما في كثير alternatives تقدر تنقيها لحالتك اللي بدك تحل مشكله تكون احسن من انك تستعمل hadoop so ليش بدنا نحل مشاكل الريل تايم في حدا بالعادة اللي بتصير عنا بالشغل كل يوم يجيك المدير بصير تعطيني ريبورت كم حدا زار الويب كم حدا زار هاي البيج اليوم اوكي بتوتال اكسس لوجز جريب سورت يونيك هاي الرقم اوكي اذا عجبه مشكله ليش لما بدي بكره بدي بعد بكره بتصير كل يوم سورت جريب كذا اعطيني اوتبوت فبتبدا بعديها انت ايش تعمل طبعا بتعطيه اول مره اكسل شيت او سبريد شيت شو ما كان الفندر ثاني مره تروح يو اوتوميت ذا بروسيس بتعمل باش سكريبت بشغل ببعث له ايميل لحاله خلص ما بدي اريح راسي عجبته الشغل كثير بحكي لك خلص هذا الريبورت كثير مهم بدنا داشبورد بدنا نخلي داشبورد لايف وقت ما حكى داشبورد الكلمه اللي بعديها على طول ايش بتكون بدنا يا ريل تايم انه مش عاجبين الداتا تكون من اسبوع ولا من اسبوعين ولا من خمس ساعات بدنا يا بير سكند وهنا بتبدا المشاكل لانه انت قبل كلمه داشبورد قبل كلمه ريل تايم كنت عم بتحل جريب سورت يونيك او كنت عم تحل باي طريقه مثل هيك باتش مود تفكير الباتش هلا لما احكي لك ريل تايم كل شيء عملته غلط بدا هلا بدك ترجع تعيد المشكله كلياتها من اول الايفنت اللي هلا بيجي كيف بدي اخزنه بمكان اكسسبل للكويري انجن تبعي شو ما كان فمبدئيا ليش بدنا نحل مشكله الريل تايم لانها بتحل بزنس فاليو بتعطي بزنس فاليو اكثر الكيس مثل ما هلا حكينا اللايف ويب اناليتكس كيس ثاني مثلا ريكومنديشنز بنينا الموديل تبعنا بنينا السيميلاريتي موديل وبنيناه يوم الجمعه بالليل انا محمود اجيت اشتري بدور على ماك بوك بدي اشتريه يوم السبت السيستم ما بيعرف عني اني بحب الماك مثلا بشوف فما اعطاني ريكومنديشنز مثل هيك الجمعه اللي بعدها عرف اتذكر اني انا بحب الماك وصار خلص تعطيني ريكومنديشنز ماك صار انا اوريدي اشتريت هلا جاي ادور على بلوتوث هيدسيت ف وانا بدور على بلوتوث هيدسيت بيعطيني ماك بوك ريكومنديشنز طب كثير اوت اوف ديت كثير بطيء كثير اوت اوف ديت كثير بطيء ولا بالمره الاولى فتني ولا بالمره الثانيه فتني فان واي عم بضر اكثر ما عم بفيد فبهاي الاشياء الريل تايم از اوفرز ماتش مور فاليو ان تيرمز اوف بزنس وان تيرمز اوف الاندستري اللي انت عم تشتغل فيها فبنيجي هون بنحكي لازم بس نعيد تعريف ريل تايم بالبيج داتا كونتكست ريل تايم مش معناته سب سكند مش معناته كويري على داتابيس بتاخذ 5 مايكرو سكندز ريل تايم ان بيج داتا كونتكست بيحكي من اول ما يصير الايفنت لحد ما يقدر تشوفه على اي داشبورد او على اي اندكس انجن ات ويل تيك ا فيو مينتس ما بنوعد انه سب سكند يكون موجود بالعاده اغلب البروسيسنج بيصير بيكون شوي كومبلكس بده شويه وقت لينحسب اذا كان شيء تريفيال باي ذا واي في كثير انجن زي ستورم ليترالي ان سب سكند بيكون موجود again during query duration in big data real time ما بتحكي 3 ملي سكندز بتحكي 4 ثواني 5 ثواني ما بتحكي 3 ايام او 3 ساعات بتحكي in some seconds single digit seconds هلا صارت عندنا مشكله صارت عندنا بدنا في عندنا طريقتين لنحل اي مشكله طريقه الريل تايم وطريقه الباتش مود مثال كثير بسيط الافرج
بدنا نحسب مثلا هذا البراند او هذا البيج اون افريج كم كليك بيجيها كل يوم. طريقه تفكير الباتش مود، عد اجمع اقسم طلع معك رقم واحد، خزن هذا الرقم. لما تيجي تحلها هاي بالريل تايم ما بتقدر، انت بالريل تايم ما عندك اكسس على على كل الديتا، ما عندك الفول داتا كونتكست، انت بتحل ستريم بروسيسنج. الريل تايم بيجيك ايفنت وانت عم بتشوفه مشي، ما بتشوف شو في قبله ولا شو في بعده، وحتى مش مضمون يجوا مرتبين. فانت شو بتعمل مشكله الافرج هون؟ يو نيد تو مينتين تو نمبرز بالاندكس تبعتك، بدك تخلي الكاونتس وتخلي السمز. هلا شو الحلو بهاي الشغله؟ انه طريقه الريل تايم بتطبق على الباتش. بالباتش بقدر احكي ما بدي احسب افرج على طول، بدي احسب كاونت وسم وان كويري تايم بدي اقسمهم. بس العكس ما بزبط. اذا ببدا افكر المشكله الافرج بطريقه باتش مود ما بقدر اطبقها بالريل تايم كونتكست. اذا ببدا افكر فيها انه مشكله ريل تايم بقدر احلها جهتين. فبالعاده الريل تايم امبلمنتيشنز بيكونوا افيد بكثير، افيد بكثير واسرع بكثير، ومثل ما هلا حكينا ايزلي ادابتبل تو باتش مود. اي امبلمنتيشن ريل تايم بصير باتش، العكس مش بالضروره صحيح. العكس بغلبك كثير مرات ليكون صحيح. كمل اكزامبل كثير صغير من برضه فروم بيرسونال اكسبيرينس، انه ليش لما تستعمل هدوب لتحل مشكلة ريل تايم بتجيك أول إشي حاطط مونجو داتابيس على سيرفر واحد عادية، هاي المسلية الزاكية، هاي تحكي له بدي أعرف كل اليوزرز اللي عندي شو البروفايل تاعهم بيست على كل الإيفنتس اللي عملوها. مونجو بيرفع علم أبيض وبغرق خلاص، يعني ما ليش دخل. هدوب هايف مثلا فور إكزامبل تحطه على 5 نودز هيك بحلل لك المشكلة هاي بكم من ساعة. On the other hand عندك مونجو داتابيس كويري بتحكي له بس ليوزر واحد شو اخباره، هاد اعطيني شويه معلومات عنه، طلع لك اياها بثانيتين. هدو هايف بعد ربع ساعه. ف دائما فكره انه اذا الاداه الوحيده اللي بايدك شاكوش رح تشوف كل شيء مسمار. فدائما وي نيد تو بي ابيت سمارتر على ايش ننقي اي حل باي كونتكست. ف انه وي هذا هي مشكله الريل تايم. هلا بدنا نحكي عن تو اركتكتشرز، كيف نقدر نحل مشاكل الريل تايم مع مشاكل الهدوب اللي اصلا موجود عندنا. اللامدا اركتكتشر هي اركتكتشر عملها نيثن مارز، من كان بيشغل بباك تايب بعدين تويتر، هو اللي عمل اباتشي ستورم. باي ذا واي حدا بيعرف اباتشي ستورم؟ كيف تعرف؟ حدا اشتغل عليه؟ حدا بيعرف كافكا؟ كافكا اهم من ستورم شوي حتى كمان. اباتشي كافكا، مش كافكا المؤلف، اباتشي كافكا. اوكي، شيء كثير سريع، اباتشي كافكا هو مسج كيو سيستم. بس في عندي في طرف من البايب بيحكي مرحبا، وفي 20 طرف قاعدين بيسمعوا المرحبا هاي. بكل بساطه بيفرق عن المسج كيو سيستمز الثانيه، مش ببلشر سبسكرايبر، هو كل لسنر نيدز تو مينتين هيز اون اندكس. وكافكا از ا مسج كيوينج بخزن الداتا كمان. فهو مش بس اعطيني مسج واول ما يسمعوها بكبها، لا مستعد اخليها اسبوع عندي لاي حدا بده اياها. هي افيلبل، هايلي افيلبل، هايلي سكيلبل. كافكا كثير وكثير كثير كثير جدا سريع، يعني كان ببلش اكثر من قديش كانوا 60 مليون مسج بالدقيقه مثلا، شيء زي هيك او اكثر حتى. قد ما بتعطيه ميموري، قد ما بتعطيه رام، قد ما بتعطيه اجهزه بيشتغل. ستورم اون ذا اذر هاند برضه بكل بساطه هو ستريم بروسيسنج انجن، بس هايلي موديولر. الستورم برضه بسمع المسجز اللي من كافكا، فبحكي له المسجز اللي هلا عم يمشوا بدي اياك تعمل فيهم هيك 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 هيك. فبتقدر تحكي في عندي 10 ورك فلوز، المسج الواحده كان بيكوبيد ل 10 ورك فلوز لتعطيك اوتبوت 10 اوتبوت مختلفين. هدول التو كومبوننتس كثير مهمين هلا باللامدا اركتكشر رح نحكي عنهم.
فلاندا اركتكشر بتحاول تحل مشكلة في عنا داتا بيج ديتا كثير كبيرة بتطلع ريزلتس، الريزلتس هاي بالعادة مش up to date مثل ما حكينا الريبورت هذا حيكون قديم، وبتحاول تعوضها بالداتا الجديدة كمان to compensate للبطء أو ال outdated تبع الداتا القديمة. فالفكرة هون إنه كل شركة حتى لو بدأت تحل مشكلة بيج ديتا بعد فترة بتعلق لحالها بمشكلة الريل تايم ديتا. والفكرة الإشي الثاني إنه يعني بتقدر تفكر لامدا اركتكتشر هي الناتشرال ايفوليوشن لأي داتا بروبلم. أي داتا بروبلم تبدأ تحلها ريل تايم تجيك البيج تجيك الباتش مود بعدين، أو تبدأ تحلها باتش مود تجيك إنه بعدين في عندنا كونسنس للريل دا للريل داتا ريل تايم. هلا في هون شويه بيسك اسامبشن لللامدا اركتكتشر وذير فيري كومن مع كثير بيج داتا سوليوشنز ثانيه. مثل شو مثلا اسامبشن الاول از ذا ديفينيشن، تعريف داتا بروبلم از ذات كويري از ا فانكشن اوف اول داتا، ويتش مينز الكويريز ار ريد اونلي، اني فانكشن شود بي ايبل تو بي ابلايد تو اني كايند اوف داتا to have access to all of your stored data. فما في تحكي لي هاي نص الداتا بس دبر حالك فيها، لا لازم تكون دائما كل الداتا readily available for querying. الاسامبشن الثاني data are immutable timely facts. في نصين للكلمة هاي، اول شيء data is time based. شو يعني؟ انا حاليا ساكن بعمان، لو بكره بنقل على اربد هاي فاكت جديدة مربوطة بالزمن اني سكنت باربد بكرة، صح؟ خدها على الداتابيس موديل، خدها على ماي سيكول ابديت ستيتمنت، محمود جلاجل is now living in اربد. وين محمود ساكن؟ باربد. من متى ساكن باربد؟ ما حدا بيعرف. وين كان ساكن قبل؟ ما حدا بيعرف. ف صار عندك فاكت واحدة، ان فاكت هاي المعلومة هاي غلط لانه انا مش طول عمري ساكن باربد، انا ساكن بعمان. On the other hand لأن in this context in this assumption that data is inherently time based and hence inherently immutable. Data ما بتقدر أرجع بالزمن أحكي لا محمود ما سكن بعمان بحياته. فأي big data system that either complies the lambda architecture أو لا، أي big data system لازم يحافظ على المعلومتين هدول لأن المعلومتين صح. This is a fact. هذا الشخص ساكن بعمان وبعديها صار في فاكت تانية انربطت بوقت تاني انه هذا الشخص سكن باربد. فاذا بدي اطلع ريبورت كم عدد الناس اللي ساكنين بعمان بدك تسالني متى بدك هذا الريبورت عشان اقدر اجاوبك احط خط واجاوبك. فاللي بيصير بالار دي بي ام اس لانهم they keep updating على نفس الريكورد في كثير معلومات بتضيع او انت بتكون مفكر في معلومه صح بس هي ان فاكت مش صح او مش ابديه بالطريقه اللي مبينه باي داتابيس ريكورد. هلا بما انك ما بتقدر ترجع بالوقت وتلغي اشي صار فبطل في عندك الكرد موديل، بطل في عندك you can create read update and delete. You can only create and you can only read. ما بتقدر تعمل update على ريكورد لانه شو يعني تحكي لي محمود ما سكن بعمان، لا محمود كان ساكن بعمان فتره، ما بتقدر تغير صحه هاي المعلومه. وهذا اشي كثير قريب على اللي حكته دينا قبل شوي عن HDFS، انه HDFS بحكي لك اذا بدك تفتح فايل وتبدا تكتب فيه معك تكتب فيه مرة واحدة، بعدين أي شيء بنكتب ما بتقدر تلغيه أو تعدله. وهذا ببسط الحياة كتير لأنه إذا بدي أعمل أبديت وأسمح بهاي الشوشرة كلها تطلع كتير مشاكل in terms of manageability. آخر إشي مش assumption هو نتيجة لهذا الإشي. الأسامشنز هاي بتوصلنا لإشي إنه these kind of systems are human fault tolerant. شو يعني؟ يعني إذا بده بني آدم ممكن يغلط واحدة من شغلتين، يا بده يكتب كويري غلط احكي لك اعطيني ريبورت كم عدد السيارات بعمان تكتبها غلط، ما دام الكويريز ار ريد اونلي فانت ما خربت شيء، انت راح تعيد الكويري وترجع تشغلها وخلص كل شيء تمام. او راح تكتب داتا غلط، راح تفوت على الداتابيس او على وات لوكس لايك ا داتابيس بهذا السيستم راح تحكي كل الناس اللي هون ساكنين بسويسرا، روح على ماي سيكوال اعمل ابديت اول كل الناس ساكنين بسويسرا بحكي لك اوكي انت عملت شيء غلط صلحها، بتحكي لي ما بقدر ما بعرف ما في طريقه ارجع للريكورد اللي قبله ان تيبيكال ار دي بي ام اس سيستم.
في يعني بدك تكون عامل مثلا كولد باك اب، بدك تكون عامل شيء مشكله. بس هون باي نيتشر باي ديفينيشن اي معلومه غلط بتدخلها بتقدر ترجع تحكي اه بهذا اليوم انا كل اليوزرز اعطيتهم معلومه غلط بدي اعكسها. عكسها صعب بس من ناحيه المبدا مش مستحيل يعني. اوكي هلا اللامدا اركتكتشر كيف شكلها، شو بتحكي؟ هاي الرسمه الكامله، هاي الرسمه الكامله رح نحكي فيهم واحده واحده. اول شيء بكل بساطه هاي هي الباتش لاير. باتش لاير في داتا جايه بدي احطها بماستر ستوريج، ديب ستوريج ماستر فيها كل المعلومات اللي عندي، كل الريكوردز ذات ار فاكتس، فتابندز تو ماستر داتا سيت. وبتكتب بالعاده على شيء زي اتش دي على اتش دي اف اس مثلا اوفر هادوب. السيرفنج لاير انت مثلا عارف بدك ويب اناليتكس انجن، فانا عارف انه بدي كم عدد الكليكس على كل بيج بالسيستم، كم عدد الفيزيتس، كم الافرج نمبر اوف فيزيتس، كذا 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 كذا. كل الستاتستكس هاي انت بتعيد حسابهم كامل على كل المعلومات كل يوم، وبتطلع فيهم مش ريبورت، بري ريبورت خلينا نسميه، شيء بيشبه بالداتابيسز الفيوز، او بالاحرى هون بيشبه الماتيريالايزد فيوز. الفرق بين الداتابيس فيو والماتيريالايزد فيو انه بوستجريس فيو مثلا بتحكي له خزن الناتج بفيو، فهذا بيكون سوفت مخزن بالميموري. الماتيريالايزد فيو بروح بيعمل فيزيكال تيبل وبخزن فيه النتائج تبعتك. فذس ويل ريفرش ريجولرلي اوف لاين، بتحكي له كل يوم بالليل او كل اسبوع بالليل ريرن هاي الجوب وخزن الاوتبوت بمكان. المكان بالعاده بيكون كي فاليو ستور، لان ليش؟ لانه بس تطلع نتائج جديده اشطب كل الداتا القديمه واحط بدالها داتا جديده، فخلص ما بتفرق لانه كل الاشي طالع انا متاكد مليون بالميه انه صح، اشطب كل شيء قديم اي دونت كير اباوت ات، هاي الاب تو ديت داتا خليها على جنب. هلا هون هذا باي ذا واي من لامدا اركتكتشر دوت نت، في سب سكشن للكومبوننتس المستخدمه. حبيت افرجيكم هذا السلايد عشان تشوفوا قديش في اوبشنز لتعمل حسابات اوفر بيج داتا. يعني دينا حكت قبل شوي هدوب ما بروديوس، حكت عن هايف، حكت عن بيج، هذول كلهم مثلا مبنيين على هدوب. في عندنا سبارك اس كيو ال وسبورك، الثلاثه ان ميموري سوليوشنز، فهم تقريبا الترناتيفز لهدوب بهذا بالما بروديوس وورد. كاسكيدنج، كاسكالوج، كرانش، بانجول، دوروا عليهم. السيرفنج كومبوننتس اللي هو انو كي فاليو ستور بدي اخزن فيه داتا، اليفنت دي بي، فولتمورت، اتش بيس، درويد. اليفنت دي بي مثلا هو شيء كثير بسيط، كي فاليو ستور، وبحكي لك اذا بتكتب قيمه بتقدر تعدله، بدك تشطبه خلص. واتس بيرفكت لهذا السيناريو لانه بدك تشطب كل الريكوردز انت اصلا، بدك تفضي كل الداتا بيس. خلينا نعمل تشيك بوينت سريعه. لحد هلا احنا ما حكينا ولا شيء جديد، لحد هلا عم نحكي هدوب. الستراكشر هاي اللي حكيناها، جيب داتا دخلها هدوب ستراكشر، كويريت مره بالاسبوع وخزنها بماتيريالايز فيوز، هذا تيبيكال هدوب ستراكشر. ات از سلو، الريرن ممكن تاخذ معك 4 ساعات يوم مثلا حسب حجم الداتا. somehow it's inefficient. outdated بالعاده طبعا، اذا بدي ابدا الريبورت على الساعه 12 بالليل بدها تجيني النتيجه الساعه 4 الفجر، فالفرق الاربع ساعات هذا في جاب عندي صارت، ولباقي اليوم راح يضل في عندي جاب كمان لانه خلص الكاشد فيو من الصبح. although it's very accurate لانه انت استخدمت كل الداتا اللي عندك بالسيستم، فما في مجال تطلع معك داتا غلط. انت حكيت لو اعطيني افرج كل الناس اللي فاتوا على هذا الويب سايت خلص عندك اكسس عليهم كلهم. هون بيجي دور السبيد لاير. السبيد لاير شغلتها احنا شغلنا الريفرش تبعنا الساعه 12 الصبح، هلا الساعه صارت 4 المساء، مين بده يعوض هذا الفرق؟ سبيد لاير. شو بتعمل سبيد لاير؟ بتحكي كل ايفنت عم بيجي على السيستم اي ونت تو بري اجريجيتد، بدي اخزنه تمبرري ستورج لإلي فيها نفس المعلومات اللي موجوده اللي طلعت من الباتش مود، كم عدد الفيوز بهذا اليوم لكل بيج، كم عدد الكليكس،
كمان الافرج للكليكس كلها بتتخزن بنفس المكان لنفس للوقت المعين كمان فرضا يو بريك ات باي اور مثلا. الاشي هون ليش طريقه التفكير المختلفه انه this will usually use an incremental implementation. انت مش شايف كل الداتا تبعتك, انت شايف انت واقف هيك وشايف في داتا عم تيجي عم تحكي هاي الفيو لانه بيج كانت انكريمنت هذا المكان, هاي الفيو لانه هاي الكليك لانه بيج كانت انكريمنت هاي البيج. مثلا الافرج مثلا اوكي اي نيد تو مينتين تو كاونتس, اي وود نيد تو مينتين الكاونت والسم, فسم خلي بمكان اجمع عد وخلي بمكان ثاني. فحتى ان تيرمز اوف امبلمنتيشن طريقه تفكير الامبلمنتيشن مختلفه. مثل ما شرحنا اول شيء الانكريمنتال ريل تايم ابروتش مختلف من ناحيه البروسيسنج عن الباتش مود. سبيد لاير فيها كتير فيري فيري انترستينج سولوشنز. ايش مثل ستورم اللي كتبه نيثن مارس, انا كثير استعملت ستورم وكثير كثير سهل وكثير سهل انك تحبه لانه بريحك من كثير اشياء وخلص انت بتركز بس على البزنس لوجيك. ممكن تعمل ستورم تحطه على 20 كلستر 20 ماشين 30 40 ماشين وبالاخر تفوت البزنس لوجيك كود تبعك جافا خمسة كلاسز وثلاثة بولتس وخلص عملت انت كل شغلك. اجين كثير حلو انه هون في كثير options, دائما في options. هلا the full picture هون خلينا نمشي عليها شوي لنجمع كل الافكار مع بعض. اجت داتا جديده بالعاده بتيجي على كافكا او شيء مثل كافكا. كافكا بيعمل كوبيز من الداتا, ففي الكوبي الاولى راح تروح على الباتش لاير اتخزنت هون وخلص اتس دورمنت نامت الداتا ما عم بيعمل عليها ولا شيء. الساعه 12 مثلاً الساعة 12 الصبح اجت الباتش جوب اشتغلت ما بروديوس او واتيفر الانجن اشتغل وخزنها بباتش فيو هون ماتيريالايزد فيو. فعند الداتا لحد الساعة 12 فيها كل شيء كل الداتا صح. ونفس الداتا عم تدخل هون الساعة صارت 12 12 و5 12 10 لباقي اليوم هون عم تدخل على شيء مثل ستورم مثلا راح يعالج الداتا اول باول وهي عم تدخل وراح يعمل انكريمنت للفيوز او اي عمليه راح يخزنها برضه بتخزين هون شبه مؤقت يعني هون لانه هذا بضل يتفضى كل ما هذا يتجدد. فالاوتبوت النهائي بيطلع عندك انت بالاخر بدك تسال سؤال للسيستم بدك تحكي له كم عدد الناس اللي اجوا على السيستم اليوم راح يروح يعمل يسال الباتش فيو يحكي له كم عدد الناس اللي اجوا على السيستم لحد اليوم الساعه 12 راح يجي هون يحكي له بعد الساعه 12 كم حدا اجى على السيستم. يو ويل ميرج بوث كويريز او الريزلتس من بوث كويريز وتعطيهم لليوزر او اليوزر النهائي عندك. ف هاي اكزامبل مثلا اكزامبل على ايش تكنولوجيز ممكن تستخدمها النيو داتا. بالعاده بتكون كافكا لانه كافكا از اميزنج. كافكا بروح بودي على هدوب بكتب على الالفنت دي بي اللي هي الكي فاليو ستور. بنفس الوقت الداتا بتروح على ستورم بتتخزن كاساندرا. الكويري بتشتغل بوث على كاساندرا وعلى الفن دي بي. بس هاي الكويري ليش كثير سريعه؟ اتس اوريدي بري كالكوليتد بالفن دي بي فهي كي فاليو ستور بتحكي له هذا الكي شو الفاليو تبعته بحكي لك هالقد. وعلى كاساندرا الداتا اللي عليه مش كثيره, الداتا اللي عليه اتس فيو اورز وورث اوف داتا مش فيو ييرز وورث اوف داتا. فكثير راح تطلع الكويري بسرعه. فالنتيجه لهي الكويري راح تكون ان 1 سكند 2 سكندز ان سنجل ديجيت سكندز. مثال ثاني عندنا درويد. درويد هو اناليتكس انجن تقريبا جديد طلع بال 2011 وصار اوبن سورس باخر 2012. الدرويد تقريبا بيعمل نفس الموديل. اذا شايفين في داتا ستريم جايه من هون في عنده ريل تايم لاير وفي عنده هيستوريكال لاير. الكلاينت واقف هون بيسال البروكر بحكي له اعطيني جاوبني على هذا السؤال, بروح بسأل السؤال للهيستوريكال وبروح بسأل نفس السؤال للريل تايم النص الثاني. فرق صغير هون انه الريل تايم هي اللي مسؤوله تو شيب اولد داتا. يعني الريل تايم بتضل عم تعمل كاونتس عم تجمع اخر كل يوم هي اللي بتنزلها اركايفت للهيستوريكال لاير. هون في عنا انه فرضا انا اليوم اول مره بدي ابدا السيستم وفي عندي سنتين لورا ما راح ادخلهم على الريل تايم, راح ادخلهم على طول على الديب ستورج او اوديهم على الهيستوريكال داتا على طول.
فدرويد is an exciting project. أنا بديت أمشي عليه شوي بس ما في ما بقدر هلا أحكي لكم إنه منيح أو مش منيح from experience. تفضل. البروكر؟ أوكي. البروكر هو الحدا اللي بتطلب منه الكويري بهاي الحالة. It's more than just a channel because it's responsible for merging the responses or distributing the call. بس تعيد آخر إشي. Druid. السؤال إذا فهم سؤالك صح، البروكر أنا راح أسأله سؤال من برا من الكلاينت ليفل، راح يسأل البروكر، فالبروكر راح يوزعه على two subsystems in asynchronous fashion، فكيف بده يعرف الداتا ويرجع لي إياها؟ هاي كثير بسيطة. لأنه البروكر راح يعرف هاي الكول كيف توزعت ومسؤوليته لما يرجع ريسبونس، طبعا راح يرجع راح ياخذ ابطا ريسبونس فيهم هو اللي راح ياخذ الماكسيمم تايم تبعهم يعني. بس هاي المشكله انحلت بكثير سيستمز ثانيه ونود جي اس مليون شيء ثاني لدرجه انها يعني بطلت مشكله كثير كبيره هون، انه لما تبعت تو سؤال لتو سيستمز واللي بيطول اكثر هو اللي راح ياخذ الوقت الاطول يعني. بس بشكل عام التو سيستمز راح يكونوا كثير سريعين. صحيح. صحيح. هلا الفكره اذا الريل تايم سيستم ضاع بدرويد بجاوبك من الاركايف بحكي لك خلص انا هذا اللي بعرفه ريل تايم سيستم از ديد، بجاوبك من الهيستوريكال ديتا. وفي هون كمان ليفلز اوف كوردينيشن كثير عاليه، في عندك زو كيبر مثلا بحافظ على الميتا ديتا وفي اشياء مثل هيك. برضه اذا وقع زو كيبر مثلا درويد بضل شغال، اذا وقع الماي سيكوال اللي فيها الكونفيجريشن برضه درويد بضل شغال. هذا كثير انترنلز جوا درويد، كلها مشروحه كثير منيح بالدوكيومنتيشن تبعها. نعم تفضل. الميرجن، السؤال هل البروكر بيعرف كيف يعمل ميرجن؟ ميرجن افريج مثلا، حكيت مثلا افريج بدك يس يس. انت حكيت البروكر يعطيني افريج لا، لما تعمل السؤال هل البروكر بيعرف يعمل الميرج خصوصا لاشياء زي افريج او شيء مؤقت او شيء نون تريفيال بالدرويد بيعرف. لما تعمل سيستم لحالك انت لازم تكتب هذا الشيء، بس درويد كامبلمنتيشن بيعرف وبيعمل هذا الشيء. يس بالضبط، لانه هو اصلا it doesn't pre-aggregates الـ averages, it pre-aggregates الـ counts with sums فعليا. اوكي في شيء ثاني؟ انس ثلاثين. اوكي يعني بس زي 30. فالسؤال داعي انه هل الريل تايم لاير او الريل تايم كومبوننت راح يتحمل هذا يعني مثلا ستورم راح يتحمل 30 تيرا من الداتا عشان يعمل لك هذا شيء لسه هلا بدي احكي عنه. انتظرنا في السلايد القادم. اوكي راح نحكي على ريفيو عن اللامدا اركتكتشر سريعه. البروز من اهم البروز لللامدا اركتكتشر اتس هايلي مودولر. اذا شفته كثير مقسم، باتش لاير، بري اجريجيشن لاير، الريل تايم، الباتش مود. بتقدر مثلا اذا انت حاطط الامبلمنتيشن على ستورم وبعدين تحكي بدي سامزا، ما بدي باتش ستورم، بدي بروجكت ثاني، بتقدر تبدله مكانه ويضل كل شيء شغال. المودولاريتي بتعطيك فاليو كمان كثير كبيره، انه بتقدر تبني السيستم هاند ما تبدا فيه تحكي هلا بدي اعمل لامدا اركتكتشر بدي اروح افضي حالي 3 سنين بالغرفه على ما اخلص،
تقدر تعملها واحدة واحدة. تقدر تبدأ بهدوب مثلا، بس تخلص هدوب تروح تعمل اللاير اللي فوق، بعدين تروح تحكي يلا بدي أعمل ستورم، بس تخلص ستورم تروح تعمل الأجريجيشن على داتابيس تاني، بس تخلص تحكي يلا بدي أعمل كويري ميرجينج. فبتقدر تاخذ فاليو أسرع بكتير ما تبدأ هدوب بروجكت مثلا، أو تبدأ كل إشي على طول. تقدر تقسم المشكلة وتحلها واحد واحد حسب شو الأهم لإلك. في ناس بحكي لك أنا بدي أحل مشكلة الريل تايم قبل ما أحل مشكلة الباتش مود، وفي ناس بحكي لك لا بدي بالعكس. الإشي الثاني هو إنه فلكسبل، كتير سهل إذا في عندي كويري جديدة أو أنا إشي جديد مطلوب بالأناليتكس، بقدر أزيده على الكويري لاي على التو لايرز، وبصير في عندي إمبليمنتيشن جاهز. على الثاني يوم بتلاقي كل الداتا تبعتك موجودة. سيلف أوديتينج شو يعني؟ الساعة 12 كان في داتا صح، كل شيء تمام. الريل تايم لاير مرات في بعض الامبلمنتيشنز بتضطر تعمل ابروكسيميشنز، ما بتقدر تعطيك الرقم الدقيق 100%، فبتعمل شوية ابروكسيميشنز. فايش ايش بصير معك؟ بصير انه الساعة 12 الداتا از فولي اكوريت، الساعة 1 و 2 و 3 بتصير تنزل من 100% اكوريسي، شوي تنزل لحد مثلا الساعة 12 ثاني يوم او الساعة 11:30 بتصير 97% اكوريت. طبعا الداتا كل شيء قبل امبارح كل شيء 100% صح، الداتا الجديده فيها شويه ان اكوريسي. على الساعه 12 والريفرش تصير كلها صح، فايت ويل اوتو هيل على اي ان اكوريسيز بتصير. الشيء الاخير انه ذا البروفن مبني على بروفن كومبوننتس مثل ستورم هدوب. هلا الناس ما بيحكوا اذا بنزل اتش دي اف اس بيشتغل ولا لا، هذا الحكي كان بال 2010 و 2009. هلا خلص انت عارف اذا نزلت اتش دي اف اس ات ويل ورك، هلا انت عارف اذا بتنزل ستورم ات ويل ورك. والشيء الثاني كمان انه كل الكومبوننتس هاي ار هايلي سكيلبل. لما تحكي مثلا بدي اعالج بستورم مثلا كنا نعالج 1 مليون ايفنت بير مينيت فرضا، طيب انا في عندي اكثر من 1 مليون ايفنت شو اعمل؟ حط كمان ماشين. Storm is horizontally scalable. في عندي أكثر بكثير، حط كمان machines. عادي. HDFS نفس الكونسبت. زيد machines. دينا حكت قبل شوي معك لحد 6000 machine تزيد. كاساندرا عندك مشكلة فيها؟ زيد machines. It's very highly horizontally scalable without affecting performance. فأنت لما تحكي Storm من النود الواحدة بتاخذ مليون per minute، إذا بتحط 5 نود you will be expecting 5 million per minute. فهي أظن بجاوب على سؤالك إنه حجم الداتا إذا كان كتير كبير in real time. ما في حدا كامل، ففي شوية مشاكل بهذا الموديل. المشكلة الأولى it's very complex، بدك تفهم كل هاي الأشياء بتاخذها كتير وقت منيح يعني. maintainability بدك لأي implementation لأي algorithm بدك تعملها بدك تعيدها مرتين، مرة in real time ومرة in batch mode. هذا الإشي كيف بنحل؟ إذا حدا فيكم كان منردن منيح وبتطلع على السلايدز، في شوية كلمات متشابهة كانت بين الباتش لاير والريل تايم لاير، زي سبارك مثلا. سبارك موجود على الباتش لاير، اتس ماب ريديوس انجن، عملوا منه بروجكت تاني اسمه سبارك ستريمينج، بيشتغل على الريل تايم لاير. فأنت إذا بتستخدم سبارك بتقدر تعمل نفس الامبلمنتيشن على الجهتين. طبعا بدك تتأكد إنه it will match your requirements. ايش كمان في كونز؟ الكويري ميرجنج. كويري ميرجنج بحياة مثالية ايش كتير سهل، بالحياة الواقعية مرات لازم تتغلب فيه شوي يعني حسب الكويريز، ولانه هي اتس ريسبونسبيليتي فور ذا ديفلوبر الكويري ميرجنج. او بتروح على شيء برودكت جاهز كامل مثل درويد، هو حلل لك هاي المشكلة وخلص ما عندك مشكلة فيها. خلينا نعمل تشيك بوينت هون. في حدا عنده أسئلة على اللامدا اركتكتشر؟ تفضل. شو الريفرنس اني اعرف انه الريزلت صح؟ هذا سؤال كثير حلو. تفضلي دينا.
يعني عم نحكي عن راندومز، عم نحكي عن راندوم سبوت تشيكس، مانوال راندوم سبوت تشيكس، بتاخذ راندوم يوزر اي دي وبتشوف الداتا صح ولا لا. هلا جين هذا الموضوع هو ريسبونسبيلتي على الديفلوبر للاسف. عملنا شويه اوتوميتد سيستمز كمان يشيكوا هذا الموضوع، بس اجين اتس نوت ريلي ايزي واتس نوت ريلي تريفيال. يعني نكمل هلا. لحد هلا باي ذا واي اللامدا اركتكتشر اللي كنت احكي عنها هي التطور النهائي لاي مشكله ديتا. المشكله اي مشكله ديتا بالاخر بعد سنه سنتين ثلاثه اربعه لازم تفكر بالمشكلتين هذول، مشكله او لازم تحل المشكلتين. اذا انت حليت الباتش مود راح تطلع لك مشكله الريل تايم، اذا انت بديت بالريل تايم راح تطلع لك مشكله الباتش مود. فكيف نوصل لهي المرحله قبل ما نفوت بعجقه هدوب وقبل ما نفوت بكل شيء؟ بدنا نحكي شوي عن الريلي موديل. الريلي موديل اسمه مش الريلي موديل، الريلي موديل مالوش اسم، وهذا واحد من الاشياء المنيحه باللامدا اركتكتشر انها اعطتنا نوع من اللغه، نوع من الترمينولوجي. صار نحكي لامدا اركتكتشر بحكي لك امان كيفك شو عم تستعمل الايام هاي، بتحكي لي لامدا اركتكتشر بحكي لك اوكي يو شو عندك سبيد لاير ستورم. انا سامز الدسكشن هذا اذا بدك تعمله بدون هاي الفريم ورك اوف لانجويج راح ياخذ معك ساعتين. فاتليست يعني راح احاول احكي لك كيف عامل السيستم تبعك، بجيب المسج اي كوبي ات توايس باخذها على الباتش مود باخذها على كذا. فشوي اعطانا لانجويج ريفرنس. الريلي موديل ما له اسم، بس لانه تري ريليز اشياء هلا رح نحكي عنها. شو هو الريلي موديل؟ هذا حاليا هو اللامدا اركتكتشر، قيموا منه كل شيء فوق. فصرنا عم نحكي عن سبيد لاير بس. كنا بنحكي قبل شوي انه اذا بتحل المشكله بالسبيد لاير، اذا بتحل المشكله ان انكريمنتال فاشن او اذا بتحلها ان انكريمنتال الجوريثم، انت بتقدر تحلها بجهتين. فتصور ما في عندنا هدوب، ما في عندنا ولا شيء، وهذا باي ذا واي هذا انا حاطه على واحد من البرودكشن سيرفرز بس هيك ستورم. هون في عندنا ستورم وبكتب على داتا بس. شو بصير عندنا؟ في عندي مثلا كويري جديده بدي اياها، في عندي ريبورت جديد او نوع ثاني من اليوزر بروفايلز، برجع بدخلهم على نفس السيستم وبحطهم داتابيس ثاني، بحط اي سبميت ا نيو ستورم توبولوجي او اي سبميت، بحكي له بدي استعمل ورك فلو جديد على نفس الداتا، جيب لي كل الداتا اللي عندك وير ايفر ات واز ورجع لي اياها. هون الماستر داتا سيت بطلت بالضروره لايف داتا سيت، لازم تكون على هدوب واكسسبل، فهون خسرنا الاكسسبيليتي على الفول داتا سيت. بس وات اي وود هلا راح احكي عنها بعد شوي. الماستر داتا سيت از ريرلي يوزد، يعني انا مثلا عملت سيستم زي هيك، حكيت بتعرف ايش؟ كل ما يوزر يعمل اكشن على السيستم على الويب سايت او على اي شيء بدي اعرف، بدي ازيده على البروفايل تبعه. كم مره اضطريت صار عندي بق او شيء واضطريت اعيد كل اليوزرز اللي بالسيستم، اعيد حساب اليوزرز، اعيد حساب البروفايلز لهم؟ من سنه ونص يمكن عملت هاي الحركه 3 مرات. فلالي كجلاجل بشتغل بشركه هون بعمان، ما بدي تو مينتين 30 سيرفر شغالين اب اند رانينج دائما، خليت الداتا مرميه على جنب، حكيت لزمتني اعطوني شويه اي سي 2 انستنسز، شغلتهم 4 ساعات، خلص رانينج لكل الداتا وضبيت كل شيء وسكرت كأن شيئا لم يكن، اي بق او اي شيء وكان فكست بطريقه مثل هيك. تقريبا هذا هو الشكل، انه خلص في عندنا جوبس عم تشتغل وعم بتخزن بديتا، عم تخزن بتمبرري ستورج برا. صار شيء غلط، اعمل جوب فيرجن جديده وخليها تخزن على تيبل جديد، وبس تخلص اشطب الداتا القديم. بدك تزيد جوب جديده، بدك تزيد فيتشر جديده بالسيستم، زيد جوب جديده خليها تكتب على داتا بيس ثانيه ويور دن. فهذا البروجكت كثير، هذا السيت اب كثير ابسط، بدل ما نقعد نفكر من بيج ديتا في عنا هدوب مشكله كذا كذا كذا، بدل ما تنزل هدوب كساندرا كذا كذا مليون سوليوشن وتومينتينت وهذا الحكي، بتقدر تشغل على شيء مثل ستورم بس وبكون كافي، مرات بكون اكثر من كافي حتى. هلا اتس فيري سمبل، اتس فيري كوهيرنت، لانه اتس ذا سيم الجوريثم، ذا سنجل الجوريثم بتطبقها على كل الداتا، على الداتا القديمه والجديده.
الالجوريثم اللي بتستعمل الانكريمنتال ابروتش. ما في كثير بارتس تو مينتين. اذا لازمك تو عندك مشكله فول ريران، جيب كل الداتا القديمه وريران اجين. كمان اجين ات يوزز بروفن كومبوننتس فيو كان سكيل ات اوت فيري ايزلي. انا بالمود العادي مثلا باللايف مود بتكون مشغل 3 ستورم سيرفرز، 5 ستورم سيرفرز. لما يجيك بدي اعمل ريلي لكل الداتا اللي عندي اي ونت تو ريبلاي ات اجين، بروح اي سي 2 بفتح 40 سيرفر بس خلص بسكرهم. ارخص من ناحيه وقت ومن ناحيه القهوه والدخان اللي بيستخدمهم الديفلوبر عشان احولهم لكود، وارخص من ناحيه فلوس حتى كمان للديسيجن ميكرز. انت بدل ما تخزن كلاستر هدوب انت يو نيد تو مينتين ات اولويز، حط الداتا على اس 3 بتعتبر ارخص شوي، وما بدك تخلي سيرفرز شغالين للباتش او للبروسيسنج او لاي شيء، بس لما تحتاج تعمل فول ريران مثل ما حكينا شغل طفي. دفعت $100 $200 $300 احسن ما تدفع تطلع فاتورتك بالسنه $50,000 او $100,000 للهوستنج سيرفيس عندك. الكونز اجين هون انت انا وين خسرت الايزي اكسس للماستر داتا ستورج. فاذا بدك تعمل شيء لازم تكون عارف شو بدك تعمل، يعني يو بيلد الموديل تبعك او انت عارف شو بدك، بتشتغل على شويه سامبل داتا، بعدين خلص بتحكي انا هذا اللي بدي اياه، مش محتاج ارجع اطلع على الماستر داتا ستورج هلا، بدي اشغل على الداتا اللي عندي. ف يو لوست اكسس، يو لوست فلكسبيليتي على الماستر داتا. وكمان ما دام خسرت اكسس على كل الداتا خسرت كثير من الكويري فلكسبيليتي. ما بتقدر تحكي بهذا الموديل، ما بقدر واحد يجي يحكي لك عندي فضول اعرف ال يو ار ال هاد كم مره انكبس عليه من هذا الشخص، وهذا الريبورت مش عندك من قبل. ما دام مش عندك من قبل خلاص انت ما حتقدر تجاوبه. او انه وقتها اذا كان كثير مصر راح تحكي له اوكي افتح لي سيرفرز فول ريران بس عشان احسب لك هذا الشيء. كافيشنسي كوقت ما حتاخذ كمان سنس، كمان هدوب او اي شيء راح ياخذ فول اكسس على الداتا. اذا بده يجاوب نفس السؤال هدوب راح يفوت على كل الداتا ان سيكونس او خلال ما بروديوس راح يقعد يحسب نفس الشيء. فانت ان واي بتاخذ بيرفورمانس ابطا شوي بهذا الحال اذا بدك تعمل ريلي كامله عشان معلومه كثير صغيره، بس اتس اجين اتس دوبل ان ريل تايمز ان ريل لايف سيت اب، مش كثير بتحتاج شيء زي هيك. انا هذا كنت فشي عنه. اوكي كونكلوجنز تبعتي واللي كنت رابطه شوي بالحكي اللي حكيته دينا، مش ضروري اولا اتس نوت كولد هادوب بروبلم، اتس كولد ذا بيج داتا بروبلم او اتس كولد ذا داتا بروبلم. ما في لها حل واحد يحلها، في عنا كثير مودلز كثير طريقه لنحل فيها مشكله معينه. فبتبدا طريقه تفكير انه اي ونت تو ثينك بيج داتا، حتى لو على سمول داتا بقدر ابني السيستم من هلا تو بي ايزلي اكسنسبل لاي شيء بدي اياه لقدام. شيء ثاني كمان دينا حكت عنه، لما احنا بدينا هدوب بروجكت بالشركه ما كانت مشكلتنا تكنولوجيز ولا كانت مشكلتنا اي شيء من هاي المشاكل، كانت هدوب بروبلم از ان اتش ار بروبلم ات ذا فيرست بليس. مشكلتنا انه قابلنا 100 واحد بعتنا اوفرين لناس اذكياء ممكن يتعلموا هدوب بسرعه، بس حدا عنده اكسبيرينس بهدوب يعني جود لك تلاقي. فانستد اوف تحكي مثلا بدي ابدا هلا هدوب بروجكت وابدا اعلم الناس واطول وهذا الحكي كله، this is a very tiring process. بتقدر ما تبدا بهدوب، تبدا بكومبوننتس اصغر، زي انا كثير بحب الريلي موديل مثلا، تبدا بشيء مثل الريلي موديل. ديفلوبرز تحكي لديفلوبر تعلم ستورم مثلا، جانا ديفلوبر بعرفش ولا شيء عن هاي الاشياء، اعطيته ستورم بروجكت اسبوعين كان خلاص اب اند رننج وشغال كل شيء فيه تمام. فكومبيرت مع انه تحكي لواحد بدي اعلمك بيج داتا وهدوب وفلوم وسكوب وكذا 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 مليون شيء، اتس ا هيوج هيدك. فالفكره كمان انه
realistically speaking, want to take an incremental approach, a gradual approach. نبدأ شوي شوي to grow system requirements and engineering skill set. ما بصير تحكي لي بدي إشي كتير خرافي أو بدي هلأ fully featured Lambda architectures على developers خريجين جديد. أنت بتبدأ معهم شوي شوي, نبدأ incrementally, شوي شوي gradual. بعد سنتين بتوصل لفول fledged system. بس أنت بعد شهر بدأت تطلع الداتا, بدأت تطلع الستاتستكس, بدأت تطلع الانتليجنس اللي بدك إياه. وأهم إشي كمان إنه you should always select scalable components. في ناس كثير مثلا بتحكي له كيف تحل هاي المشكله, بيحكي لك هلا بعمل بايثون سكريبت. بايثون سكريبت هذا it will not scale لبعد كم من اسبوع يمكن. حتى كان في عندنا تيك توك كامله قبل فتره عن سكيلابيليتي. هلا كمان وي ريتريت, اذا في عندك ستريم بروسيسنج بروبلم اتاكد انه كل الكومبوننتس تبعونك ار بروفن وسكيلابل. لانه اذا هلا بدك تبدا بستورن ليترالي, يعني كنا بدينا ستورن بروجكت, صار في عنا bottleneck, صار في عنا كتير data input, زدنا ماشين تانية خلاص, ولا غيرنا إشي بالكود ولا قلقنا بالحياة ولا إشي. تصور إذا أنت عامله على Python script شو راح تصير عندك مشاكل كبيرة. فأنت من أول ما تبدأ تحل أي مشكلة لها دخل بالdata خصوصا, لأنه data is not predictable, choose scalable and proven components. وهيك بنكون خلصنا. Thank you. Thank you. شغال؟ في أي أسئلة أي شيء؟ بدي أسألك عن الدرويد موديل اللي وجهتني إياه. الريل تايم كومبوننت والباتش كومبوننت هدول ممكن الواحد يحط مثلا بدل الريل تايم كومبوننت ستورم, ولا هو هذا بارت اوف ذا درويد اركيتكتشر؟ هو بارت من الاركيتكتشر. يعني هو شيء ثاني. السؤال, عيد السؤال, هل الريل تايم والهيستوريكال لايرز موجودين جوا درويد, ولا انت بتقدر تحط ستورم سامزا اي شيء ثاني؟ حسب ما بتذكر هذا كله بلت ان بالدرويد. وعندي سؤال ثاني. بالبدايه حكيت لنا انه واحد من الاسامبشنز انه مش كرود هو سي ار, انه كريت وريد بس. فهذا بنطبق برضه على الريلي موديل ولا بس على اللامدا اركيتكشر؟ يعني بالريلي موديل المفروض اكون عم بفكر انه انا عم بس تعمل HDFS مثلا, او لا يعني اكيد ما عم بس تعمل HDFS, فعم بس تعمل ماي سيكول بس بنفس طريقه التفكير. السؤال كان انه باول السيشن حكينا انه اتس كرييت اند ريد اونلي مودز, ما في فول كرد, فهل بالريلي موديل هذا لسه بنطبق ولا لا؟ مش كثير صراحه, لانه الاوتبوت من الريلي موديل بالعاده راح يكون على ستيتفول داتابيس, راح تخزن الاجريجيشنز وهي الاشياء هناك. بس اجين لانه ان ا واي يو هاف فول اكسس للماستر داتا سيت, يو ستيل كان ريكفر. يعني ال يو ويل اولويز هاف بلان بي. دائما في لازم المفروض يكون في ماستر داتا سيت. دائما باي سوليوشن بتستعمل. الفرق بين الريلي موديل واللامدا اركتكتشر انه باللامدا اركتكتشر الماستر داتا سيت از اولويز لايف, اولويز افيلبل فور كويرينج. بالريلي موديل يو كان سمبلي اركايف ات اني وير. اوكي تفضل. اوكي كيف حليت الريكومنديشن انجن بروبلم في هادوب او في اللامدا اركيتكتشر؟ تمام. هلا باللامدا اركيتكتشر او هادوب او باي ريكومندر سيستم في اكثر من ستيج. تمام. فانت بالعاده تحكي, فرضا عم نحكي عن كولابتيف فلترنج, بنحكي بدي امد الديستنسز بين كل اليوزرز اللي هون لاطلع مين اكثر اثنين بيشبهوا بعض. ف بالهادوب يو سمبلي بتعمل, كثير بنعمل هاي, انه بتشغل ران كل يوم بتعيد حساب كل السيميلاريتيز وبتخزنهم بفايل. هذا الموديل وانس انعمل الاكمال كثير سهله, كثير بسيطه. فانت مشكلتك كيف تبني هاي الريليشنز. كثير من الالجوريثمز للريكومنديشنز في الها دلتا او انكريمنتال امبلمنتيشنز. فانت حتى بتقدر تبني بموديل كله ريليشنز فيكتورز اصفار,
وتبدا تعبيها جرادجولي شوي شوي ثرو ان انكريمنتال. هلا هاي كمان ان واي بتكون مرات مش فولي اكوريت اتسمها و يعني حتى الانكريمنتال ابروتشز بكون بدهم ريفرش كل فتره. بس الريكومنديشن بروبلم اتس ا بيت سنسيتيف. فرضا هذا النوع في كثير انواع ثانيه ممكن تحلها بطرق اسهل كمان. يعني اذا بتحكي عن كونتنت فلترنج مثلا لا اسهل بكثير تحلها ثرو حتى بس ريلي موديل بس انه انكريمنتال ابروتشز. اوكي ثانك يو شكرا لكم. اظن خلص الايفنت كان صح.